الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. ولد المسيح. هللويا. من رعية القديس يوحنا دولاسال في الأردن نحييكم أيها الأخوة الحاضرين معنا في هذه الكنيسة، ونحيي إخوتنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية في العالم أجمع. ليس أجمل من هذه التحية الميلادية نبدأ بها هذه الحلقة الجديدة من برنامج يخرج من الأردن في هذه الأيام، وعنوانه الميلاد في سنة الإيمان، ولد المسيح. هللويا. ونحن نقول في الأردن أن الإيمان أيضا ولد في هذه البلد الحبيب على قلوبنا. عندما تعمد يسوع من نهر الأردن انتشر الإيمان المسيحي إلى أقطار الأرض بعماد المسيح. ابتدأت بشارة السيد المسيح إلى أقاصي الأرض. لذلك إن سنة الإيمان التي نحتفل بها اليوم وفي هذه السنة كلها، نحن نحتفل باعتماد يسوع أيضا في نهر الأردن بعدما ولد في بيت لحم، عمد في نهر الأردن. هنا عمد المسيح أيضا نقول، وفي بيت لحم ولد ويولد في هذه الأيام في قلوبنا. عندما ندخل أيها الإخوة والأخوات إلى مغارة الميلاد، مغارة بيت لحم، كأننا ندخل في مدرسة. بمعموديتنا منسجل كطلاب وطالبات في مدرسة اسمها مدرسة المغارة، وفي هذه المدرسة نتعلم الكثير الكثير. خاصة في هذه السنة نحن وضعنا المذود بشكل السفينة التي تشكل في جميع أنحاء العالم شعار سنة الإيمان. من هذه المدرسة ماذا نتعلم؟ طبعا المغارة مدرسة عظيمة فيها كل الدروس، والجميل فيها أن فيها كل الأعمار أيضا تتعلم كما تعلمت كل الأجيال. دعونا نركز على الثلاث دروس وعبر نأخذها من مدرسة المغارة في هذه السنة، ونربطها مع سنة الإيمان العظيمة التي أعلنها قداسة البابا. المدرسة الأولى هي مدرسة التواضع. عندما ندخل إلى المغارة نجد خاصة ثلاث أشخاص، يوسف ومريم والطفل يسوع، كلهم مغلفين بالتواضع الذي جمل كل حياتهم. وجعلنا في بعد 2000 سنة وأكثر على مجيئهم لهذه المغارة نستطيع أن نتعلم منهم المزيد من المزيد، وتتعلم منهم كل الأجيال التي ستلينا. يوسف الرجل المطيع، الرجل الذي ينحني أمام عظمة الرب بدون أن يفهم، يتواضع ومن ثم يسير بحسب توجيهات الرب. مريم التي قالت في نشيد تعظم نفس الرب لأنه عطف على أمته المتواضعة، وكأنها في هذه الجملة تقول لنا ما هو سر عظمتها. سر عظمتها بالتواضع. ويسوع الذي يقول عنه القديس بولس الرسول لم يعد مساواته لله الآب غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد. ثلاث عظماء بتواضعهم عظماء، وهذا بالفعل درس وعبرة لنا نحن أبناء القرن 21 الذين نبحث على أن نكون كبار وعظماء. مدرسة المغارة تعلمنا أن من يريد أن يكون عظيم عليه أن ينحني أمام قدرة الخالق، عليه أن يعتبر أن كل نجاح يحققه لا يحققه من ذاته البشرية، وإنما من قوة الرب وقوة الروح التي تعمل به من الداخل. يوسف ومريم ويسوع الطفل عباقرة وعظماء يعلموننا اليوم دروس كبيرة في التواضع. الدرس الثاني مرتبط بالأول، وهو فن الإصغاء. يسوع أصغى إلى صوت الآب وقال هأنذا. مريم أصغت إلى صوت الملاك وقالت أنا أمة الرب.
ويوسف عندما استيقظ في الصباح بعد حلم غريب عجيب قال ها أنا ذا. الإصغاء يدفع الإنسان المؤمن نحو العمل ونحو الأكشن، ليس فقط إصغاء سلبي إنما هو إصغاء إيجابي يحرك ويفعل ويخرج كل مواهب الإنسان، يستطيع أن يعمل بمقدار ما يصغي إلى الرب. الإصغاء قلنا مرتبط بالتواضع، والإصغاء مرتبط بالإيمان. في سنة الإيمان هذه دعونا بالفعل أن نكون تماما مثل أشخاص المغارة، وإلى جانب يسوع الطفل ويوسف ومريم نضع الرعاة ونضع المجوس أيضا الذين عرفوا أن يسمعوا لنداء الرب ويهرعوا ويسجدوا للطفل، ليس بكبرياء جاءوا وإنما بتواضع وبقدرة على التعلم والإصغاء. الدرس الثالث والأخير في هذه الحلقة لكي نتيح المجال لإخوتنا الكهنة المتحدثين في حلقات أخرى يعطوننا مزيد من الدروس في هذه السنة الإيمانية، نحن أمام درس الوحدة. ما أجمل عندما ندخل إلى المغارة نجد عائلة متحدة، هي العائلة المقدسة والعائلة البشرية أيضا متحدة في المغارة، لأننا نؤمن أن المجوس كانوا ليسوا يهودا، جاءوا من المشرق من الأمم الوثنية، كل العائلة البشرية تتحد في هذه المغارة الصغيرة. يسوع ومريم ويوسف عائلة صغيرة متحدة. في أيامنا الحالية نحن أحوج الناس إلى هذه الكلمة الوحدة، وأن نرى العائلة معا. معا كلمة سحرية، بتذكرنا بمسيرة سرناها من قبل سنتين وأكثر، مسيرة السينودوس، السير معا، الصلاة معا، التفكير معا. نحن مسيحيي الشرق الذين نلنا هذه السنة الإرشاد الرسولي من يدي قداسة البابا نتعلم من أشخاص المغارة كيف نسير معا، كيف نصلي معا، كيف نفكر معا، وكيف نكون دائما معا. ما أحوج مسيحيي الشرق اليوم أن نتعلم من شخصيات المغارة أن نكون واحد. ما أحوج عائلاتنا المسيحية أن نراها معا متحدة بالصلاة ومتحدة بالعمل ومتحدة بالاتكال على رحمة الرب الذي يسير التاريخ وليس البشر هم الذين يسيرونه. ما أحوج الكنيسة في العالم أجمع أن تتحد تماما مثل عائلة المغارة. ما أحوج رعايانا وما أحوج كل البشرية أن تتحد، أن تكون واحد تحت سقف المغارة العجيب الغريب ولكنه سقف المحبة، لأن الآب السماوي هو الذي شاء هذه العائلة أن تكون عائلته على الأرض. أيها الإخوة الحضور وأيها الإخوة المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية، نطلب من الرب في هذه الأيام نعمة التواضع، نعمة الإصغاء، ونعمة أن نكون معا بالسير، بالتفكير، بالصلاة وبالعمل في سبيل خير البشرية جمعا. ولد المسيح، هللويا. ضوء ما سمعناه نقف ونقول للرب علمنا التواضع والإصغاء والوحدة، علمنا التواضع والإصغاء والوحدة.